اهلا بكم ابناء الاعزاء طلاب بريسكس. ان شاء الله هنكمل مع بعض النهارده حل الامتحانات بتاعه المعاصر، وهنكمل مع بعض الامتحان النهارده رقم 7 المنوفية. نمبر 1 choose the correct answer from those between brackets that minus that negative that minus that negative. انا عارف ذات اللي هي ذات بوزيتيف والنيجاتيف وزيرو، فانا لو خدت ذات نيجاتيف من الذات هيبقى معايا بوزيتيف والزيرو. البوزيتيف والزيرو يعني ايه؟ يعني نيتشرال نمبر ان. ذا نمبر واتش ساتسفايز ان كواليتي اكس جريتر ذان نيجاتيف 2. هنا هنعمل ايه؟ هنجرب عدد منهم. نيجاتيف 1 ده جريتر ذان نيجاتيف 2؟ يس جريتر ذان، يبقى هو ده. بعد كده ذا سيرفيس اريا اوف ا سيركل، سيرفيس اريا اوف ا سيركل ايكوال باي ار سكوير، يبقى هنا هنكمل بار سكوير عشان باي موجود. وين تو سينك ا داي وانس زين ذا بروبابيلتي اوف جيتينج نمبر 5. طبعا عندي في الداي داي او دايس في 5 ده مره واحده بس، يبقى 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 6. بعد كده نيجاتيف 1 تو باور 8 بلس نيجاتيف 1 تو باور 9. نيجاتيف 1 تو باور 8 انا عارف انه لو كان الباور ايفن لنيجاتيف 1 يبقى دي هتبقى 1، لكن لو الباور كان اود هتبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف 1. الباور ايفن تبقى 1، الباور اود تبقى نيجاتيف 1. يبقى نيجاتيف 1 تو باور 9 تبقى نيجاتيف 1. 1 بلس نيجاتيف 1 ايكوال 0. 2x equal negative 6، يبقى x equal negative 6 divided by 2 كده equal ايه؟ negative 3. طب x دي belongs to mean negative 3 negative number، يبقى that negative. f a equal negative 2 and 1 and b equal 3 and 1، then the length of a b equal the length unit. هنا قلنا بنعمل ايه؟ بنشوف في عدد حلقي مكرر موجود هنا وهنا، 1 موجود هنا وهنا هنا، يبقى دول ماليش دعوه بيهم، اشوف الاثنين التانيين واعملهم ماينس، او 3 ماينس نيجاتيف 2. 3 ماينس نيجاتيف 2 تبقى 3 بلس 2. 3 بلس 2 ايكوال 5. 3 بلس 2 ايكوال 5. السؤال اللي بعده بيقول لي اف 5 is empty set then probability of phi، طبعا probability of phi equal a 0. negative 5 times absolute value of 4، negative 5 دي مش هتتغير بس absolute value of 4 هتبقى 4 كده. a negative 5 times 4 equal negative a 20. if a smaller than b then negative 3a وهنا negative 3b. نعمل ايه؟ احنا قلنا لما يكون في عندي في الانيكواليتي بعمل ملتبلاي او ديفايدد باي نيجاتيف نمبر لازم اغير اتجاه الساين. الساين هنا عندي كان سمولر ذان هتبقى جريتر ذان، عشان هنا عملت ملتبلاي باي نيجاتيف 3. ذا ايمج اوف ذا بوينت نيجاتيف 3 اند 4 باي ترانسليشن اكس واي ماينس 4. اكس يعني معناها مش هغير اكس، يبقى ايه؟ نيجاتيف 3. بعد كده واي ماينس 4 يبقى 4 ماينس 4، اشيل واي واحط بدلها 4 يبقى 4 ماينس 4 0، يبقى نيجاتيف 3 اند 0 اللي هي ايه؟ الاول. سؤال بعد ذا لاترال سيرفيس اريا اوف ا كيوب ايكوال اريا اوف وان فيس لاترال، قلنا لاترال يبقى اريا اوف وان فيس تايمز 4. السؤال اللي بعده كومبليت ذا بروبابيلتي اوف ابييرنس ا هيد وين توسينج ا كوين وانس. ابييرنس اوف ا هيد وين يو توسينج كوين، كوين العملة لما نرميها، ظهور هيد اللي هو الصورة هيكون كام؟ طبعا الصورة 1 over 2. ده سؤال سهل ومعروف جدا. A circle of diameter 8 then its area، احنا عارفين ان area of circle equal by r square by r square. انا عندي by مكتوبة وهنا diameter، diameter equal 8 يبقى radius equal 4 by r سكوير، هتكون الباي مش هنغيرها، r سكوير هي ايه؟ 4 سكوير، 4 سكوير دي ايكوال 16 يبقى 16 باي. دايما بنكتب النمبر الاول بعد كده باي، يبقى 16 باي. The lateral area of a cuboid equal perimeter of base times a height. The
the equation for x to power 3 minus x equal 29 of space degree. طبعا هنا الباور بتاع الاكس عند 3 يبقى 3rd degree. اعلى باور عندي هو اللي بكتب الديجري بي. A circular sector represents third of the circle, then the measures of its central and يبقى هنقول third times a 360. طبعا 3 divided by 3 equal 1, 360 divided by 3, 3 divided by 3 equal 1, 6 divided by 3 equal 2, 0 divided by 3 equal 0, يبقى 120 times 1, 120 degree. If the area of one face, area of one face of a cube is 9 square centimeter, then total area, قلنا total area equal area of one face times 6, يبقى 9 times 6, 9 times 6 equal a equal 54 square centimeter. سؤال بعده بيقول لي the solution set of the inequality. خلي بالكوا دي بنقراها من النص. x greater than negative 2. x greater than negative 2 and smaller than or equal 0. بس يبقى هنعمل ايه؟ نعمل set ونشوف مين اللي هو greater than negative 2 يبقى negative 1 وبعد كده ايه؟ هنا smaller than or equal 0 يبقى 0. بس كده مش هقدر اكتب اكتر من كده. negative 1 and 0. The perimeter of one face of a cube is 12. Then it's a total area. طبعا هنا السؤال ده محتاج ايه شغل شوية. هو مديني perimeter of a cube. Perimeter of one face يعني perimeter of a square. يبقى انا عايز السايد. يبقى سايد equal ايه. Perimeter ده هعمله divided by 4. 12 divided by 4 equal 3 سنتيمتر. كده انا عرفت ايه السايد. The side of the face اللي هو square. طب total area. Total area احنا قلنا total surface area equal a equal area of one face times 6. Area of one face يبقى 3 times 3. دي area of one face times 6 بعد كده يبقى 3 times 3 9. 9 times 6 equal 54 square centimeter. السؤال اللي بعده بيقول لي a cuboid shaped box with a square base its length is 10 centimeter and its height is 7 centimeter. Calculate the lateral area. Cuboid, its base is square. عشان نحسب ال lateral area الأول أنا محتاج perimeter of base. يبقى هحسب perimeter of base. Equal. And the side equal 10 يبقى 10 times 4. Equal 40 centimeter. بعد كده هو محتاج ايه؟ محتاج lateral area. Lateral surface area equal perimeter of base times the height. Perimeter of base اللي هو 40 times the height اللي هو 7 يبقى equal ايه؟ 7 times 0 0 7 times 4 28 يبقى 280 square centimeter. 280 square centimeter. Find the solution set of the equation 2x plus 9 equal 3. X belongs to z. 2x equal 3 minus 9. But 2x equal 3 minus 9 equal negative 6. Like the x equal negative 6 divided by 2. And x equal negative 3. You have a solution set negative 3. هنا بيقول بلونجوس z خلاص صح بلونجوس z. 3 negative 3 ده negative number. السؤال اللي بعده بيقول in the observed figure ABCD is a rectangle where its length 8 cm and its width 7 cm. Calculate the area of the shaded part. Area of the shaded part هيبقى ازاي؟ هجيب الاريا بتاعت الريكتانجل والاريا بتاعت السيركل واعمل لهم ماينس هيديني area of shaded. طب area of rectangle دي سهله مفيش مشكله. Equal طبعا length times width يبقى 8 times 7 equal 56 square centimeter. بعد كده انا شايف ان السيركل دي بتمس السايد اللي فوق واللي تحت يبقى الديامتر بتاعها في المكان ده. الديامتر بتاعها في المكان ده هو نفسه ايه الطول بتاع السايد ده 7 فهي دي هتكون 7 زيها. هنحسب الاريا بتاعت السيركل كده وانا عرفت الديامتر ايكوال ايه
7. انا مش محتاج الديامتر، محتاج نصه اللي هو الراديوس، لانه الاريا اوف سيركل باي ار سكوير باي 22 اوفر 7 ار 3.5 سكوير، يعني معناها اضربها بنفسها مرتين. 7 ديفايد باي 7 ايكوال 1، وهنا ديفايد باي 7 ايكوال 0.5. 0.5 تايمز 22 ايكوال 11، بعد كده 3.5 تايمز 11. 1 تايمز 5 5، 1 تايمز 3 3، هنا هنحط 0، 1 تايمز 5 5، 1 تايمز 3 3 يبقى 583، وديسمال بوينت افتر 1 ديجيت يبقى دي هتبقى 38.5. طب اريا اوف شيدد، هنعمل ماينس 56 ماينس 38.5، هنا هنحط ديسمال بوينت و0 ونبدا نحل. 0 ماينس 5 انبسط يبقى 0، ده يبقى 10، ودي تبقى ايه 5. 10 ماينس 5 will be 5، بقى 5 ماينس 8 انبسط 5 بور 1 فروم 5، 5 will be 4 and this 5 will be 15. 15 ماينس 8 equal 7، 4 ماينس 3 1 يبقى 17.5 سكوير سنتيمتر. وبكده يكون خلص السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعد. Use the properties of addition in Z to find. هنا في السؤال ده اول حاجه احنا دايما اتعودنا على طول اول حاجه بنعملها كوميتاتيف. كوميتاتيف ببدل عدد بجيبه جنب عدد تاني. هبدا اجيب 116 اخليها جنب 100 ايه نيجاتيف 116 عشان دول مجموعهم ايه 0، وال190 هنا كده عملت ايه كوميتاتيف. بعد كده هعمل اسوشيتيف بالاقواس، دول ايكوال 0 بعد كده بلس 190، وطبعا دي 0 بروبرتي يبقى ايكوال 190. السؤال المعتاد بعد كده اللي هو ايه سيركولار سيكتور. بنعمل ايه؟ بنحسب سيكتورز اوف ايتش بارت. سيكتور اوف كالتشر ايكوال 5 اوفر 100 تايمز ايه 360. الزيرو ده راح مع ده، ديفايد باي 5 هنا ايكوال 1، ديفايد باي 5 ايكوال 2، ديفايد باي 2 ايكوال 1، ديفايد باي 2 ايكوال 18. يبقى هنا ايكوال 18 ديجري. بكده سيكتور اوف سبورتس برضه 45 اوفر 100 تايمز ايه 360. واحنا حلينا الاسئله دي حليناها كتير يعني. هنا ديفايد باي 5 ايكوال 9، ديفايد باي 5 ايكوال 2، هنا 1، هنا 18. 9 times 18، 9 times 8 equal 72، 2 and carry up 7، 9 times 1 equal 9 and 7 16، يبقى 162. Okay. Sector of social يبقى 15 over 100 times 300 60. الزيرو ده راح مع ده، ديفايد باي 5 ايكوال 3، ديفايد باي 5 ايكوال 2، هنا 1، وهنا ديفايد باي 2 ايكوال 18. يبقى 3 تايمز 18 ايكوال 3 تايمز 8 24، كار اب 2، 3 تايمز 1 ايكوال 3 اند 2 ايكوال 5 54 ديجري. بقى كده سيكتور اوف مين اوف ارتس ايكوال 35 over 100 time 360. زيرو ده راح مع ده، هنا divided by 2 5 equal 2، divided by 5 equal 7، divided by 2 equal 1، وهنا 18. يبقى 18 times 7 7 times 8 equal 56، 6 and cross up 5، 7 times 1 equal 7 and 5 equal 12 126. هنعمل ايه لو جمعنا دول على بعض؟ الانجلز الاربعه دول على بعض هيديني 360، يبقى كده ايه حلي مظبوط. وابدا ارسم بعد كده الانجلز دي، اعمل سيركل وابدا بايه برسم 18 الاول باستخدام البروتراكتور، وبعد كده 126، وبعد كده 54، وبعد كده 126. روح الامتحان اللي بعده 8. choose the correct answer. A fair die thrown once. Then the probability of appearing the number 6 equal. طبعا 6 ده موجود مرة واحدة في الداي، يبقى 1 over 6 على 1. Solution set of the inequality is of the equation 3x minus 6. يبقى x equal negative 6 divided by 3. يبقى equal negative 2. الانسر عندي
نيجاتيف 2. طبعا هي المفروض نيجاتيف 2 هنا، ما فيش نيجاتيف 2 نغير دي خليها نيجاتيف 2. تمام، نيجاتيف 6 ديفايد باي 3 ايكوال نيجاتيف 2 طبعا، فهو غلطان في السؤال ده، فالمفروض يحط هنا نيجاتيف جنب ال 2 يا اما يخلي ال 3 دي نيجاتيف. تمام، يبقى نخليها نيجاتيف 2 ونغير x بلس 5 جريتر ذان اور ايكوال 2، يبقى x جريتر ذان اور ايكوال ايه؟ x جريتر ذان اور ايكوال تبقى 2 ماينس 5، x جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 3. انتجر ذات لايز بتوين نيجاتيف 4 اند نيجاتيف 1، شوف مين في دول لايز بتوين نيجاتيف 4 اند نيجاتيف 1. افرض ما عرفتش اعمل نمبر لاين، اسهل حاجه عشان ايه ما اغلطش، ادي 0 ادي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، كده انا اقدر اعرف مين اللي في النص بين نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. واضح عندي هنا مين؟ نيجاتيف 2. السؤال اللي بعده بيقول لي نيجاتيف 5 تو باور 2، نيجاتيف 5 تو باور 2 طالما الباور ايفن بيضيع النيجاتيف يبقى 25، 5 تايمز 5 25 تايمز 2 تايمز 2 تبقى ايه؟ 4، كده 100. 100 مين في دول ايكوال 100؟ هي 10 تو باور 2 ايكوال 100 عشان 10 تايمز 10. If A is an event in a sample space S probability of A equal 1 then A is، طبعا البروبابيلتي بتاعه 1 يبقى لازم يكون شور ايفن، البروبابيلتي بتاعه 0 امبيسبل ايفن، نحفظها كويس. البروبابيلتي لو كان بروبابيلتي ايكوال 1 يبقى شور ايفن او اسمه سيرتن ايفن، ساعات بيكتب سيرتن ايفن او شور ايفن. ذا مالتيبليكيتيف ايدنتيتي اليمنت، مالتيبليكيتيف ايدنتيتي اليمنت المحايد الضربي، يعني اللي بضربه في حد ما بيتغيرش العدد ده، لو ضربته في 5 يبقى 5، ضربته في 7 يبقى 7، مين؟ 1. زد بوزيتيف انترسكشن زد نيجاتيف، طبعا ما فيش انترسكشن بينهم، فاي سيرفيس اريا اوف ا سيركل باي ار سكوير. ذا اديتيف انفيرس اوف نيجاتيف 5 تو باور 2، يبقى الاول نحسب دي الاول كام، نيجاتيف 5 تو باور 2 دي 25. الاديتيف انفيرس يعني ايه؟ معناها بغير اشاره النمبر ده، بدل ما 25 بوزيتيف اخليها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 25. سؤال بعد 27 divided by negative 3 to power 2، يبقى 27 divided by negative 3 to power 2 9، 27 divided by 9 equal A equal 3. The measure of the angles for sectors of third of a circle، طبعا احنا عارفين السيركل كلها 360، يبقى third، يبقى third times 360، ولسه حلينا في السؤال اللي فات كانت 120 ديجري. بعد كده زد بوزيتيف ديفرنس او ماينس زد نيجاتيف، طبعا زد بوزيتيف لو اخدت منها زد نيجاتيف هتبقى ايه؟ هيبقى زد بوزيتيف نفسها، لانه زد نيجاتيف مفيش حاجه مشتركه بينها وبين زد بوزيتيف، فالاجابه بتاعت الجزء ده زد بوزيتيف. طب ان دي عشان تبقى زد بوزيتيف لازم اخد منها مين؟ زيرو، لو انا اخدت منها زيرو هيتبقى منها ايه؟ زد بوزيتيف set of 0. سؤال بعد بيقول لي 14 plus 213 plus negative 114، هخلي 14 و plus negative 114 negative 14 جنب بعض، بقى plus 213 لوحدين، دول مجموعهم 0 يبقى 0 plus 213 equal 213. السؤال ده اللي بعد كده بيقول لي the sum of edges of length of a cube equal for 84 then the lateral area equal a، يبقى انا عايز اعرف ال edge، احنا عارفين ال edges of a cube 12 يبقى مجموعهم sum of edges 84، يبقى 84 divided by 12 كده هعرف ال edge الواحد equal a 7 سنتيمتر. بعد كده lateral area LSA lateral surface area equal area of one face times A 4، area of one face يبقى 7 times 7، 7 times 7 بعد كده times A 4، 7 times 7 equal 49، 49 times 4، 4 times 9 will be 36، 6 and carry up 3، 4 times 4 16 and 3 19، يبقى الإجابة عندي 196 square centimeter. السؤال بعد بيقول لي the result of
2 to power 3 times negative 1 to power 2 divided by 8. 2 to power 3 معناها 2 multiplied by itself 3 times. 2 times 2 times 2 it will be 8 times negative 1 to power 2 d1 okay, divided by 8. نبدأ نحل من الشمال 8 times 1 equal 8 بعد كده 8 divided by 8 يبقى equal a equal 1. سؤال بعده بيقول x plus 6 equal 2 يبقى x equal 2 minus 6 يبقى تبقى equal negative 4 تمام negative 4 هو x belongs to z خلاص يبقى negative 4 ما فيش مشكلة منها عادي. بعد كده 4 times 3 divided by 3 minus 7 times 3 نحل كده المالتيبليكيشن هنا 4 times 3 equal 12 بعد كده 12 divided by 3 مش هحلها استنى كده minus ممكن احل 7 times 3 21 كده هحل الديفيجن اللي هي في الاول 12 divided by 3 equal 4 4 minus 21 4 minus 21 equal negative 17 كده if x equal absolute value of negative 3 y equal negative 2 then 2xy الأول x absolute value of negative 3 يبقى 3 بعد كده هو عايز 2xy يبقى 2 times x اللي هي 3 times y اللي هي negative 2 طبعا التايمز ممكن نعمله ايه أقواس زي كده أو ممكن نكتب تايمز في النص 2 times 3 times negative 2 2 times 3 6 6 times negative 2 negative 12 سؤال بعده negative 5x equal 35 يبقى x هتكون equal 35 divided by negative 5 يبقى equal negative 7 سؤال الثالث the circumference of a circle is 88 calculate its area طبعا الأول مش هجيب الاريا الأول هجيب السايد circumference equal طبعا ايه 2 by r يبقى 88 equal 2 times 22 over 7 times r يبقى 88 equal 44 over 7 times r يبقى r equal 88 divided by 44 over 7 وdivided by اخليها times تبقى 7 over 44 دي فيها 1 دي فيها 2 عملت divided by 44 equal 1 divided by 44 equal 2 2 times 7 equal 14 يبقى radius equal 14 سنتيمتر area يبقى equal by اللي هي 22 over 7 times 14 times 14 طبعا divided by 7 هنا equal 1 divided by 7 equal 2 2 times 2 equal 44 44 times 14 add 14 times 44 4 times 4 16 and carry up 1 4 times 1 equal 4 and 1 equal 5 هنا 0 وبرضه هنا 6 5 نجمع دول 6 1 6 يبقى equal 616 square centimeter. سؤال بعد بيقول لي find the solution set of the inequality 2x plus 1 smaller than or equal 7 يبقى 2x smaller than or equal 7 minus 1 2x smaller than or equal 6 يبقى x smaller than or equal اعمل لها ايه divided by 2 يبقى 6 divided by 2 يبقى x smaller than or equal 3 يبقى solution set الاعداد كلها اللي smaller than or equal 3 يبقى solution set كده هيبقى equal ايه كل اللي اصغر من 3 يبقى ايه 3 و3 نفسها معايا 3 و2 1 وقف هنا عشان هو بيقول لي z positive السؤال اللي بعده سؤال اتعودنا عليه بيقول لي in Cartesian coordinates plan locate each of the following points A 1 and 1 B 3 and 1 C 3 and 3 then find the image of triangle ABC by translation x minus 2 y plus 2 نعمل translation الأول وبعد كده A نرسم A كانت 1 and 1 هنعمل translation اللي هو يبقى 1 minus 2 بيكوال negative 1 Okay, 1 plus 2 equal 3 B كانت 3 and 1 minus 2 equal 1 okay, 1 plus 2 equal 3 C
عندي 3 and 3 يبقى C dash يكون 3 minus 2 1 و 3 plus 2 يبقى 5. يبقى كده أنا محتاج عنده الواي عايز 5، يبقى هعمل كده حسابي، خلي الشكل فوق شوي، وادي هنا 1 2 3 4 5، وادي 1 2 3 4 5 6، وادي -1 -2، وهنا -1 -2. ونبدأ نرسم الأول A B C triangle A B C 1 and 1، ادي 1 and 1 هنا، ودي A، بعد B 3 and 1، بعد كده C 3 and 3، وصلهم ببعض. بعدين هرسم التاني، هغير اللون A dash negative 1 negative 1 and 3، بعد كده 1 and 3، بعد كده 1 and 5، وصل دول ببعض كده. كده رسمت image of triangle ABC. السؤال المعتاد بعد كده السؤال بتاع circular sector، هنحسب sector of first equal 25 over 100 times 360 equal طبعا دي على طول 90 degree، because sector of second equal 35 over 100 times 360 equal، قلنا 0 ده بيروح مع ده، divided by 5 هنا 2، divided by 5 هنا 7، divided by 2 هنا 1، and divided by 2 18، بعد كده 7 times 18، 7 times 6 equal 7 times 8 56، 6 under carry of 5، 7 times 1 7 and 5 equal 12 126 degree. آخر حاجة sector of third يبقى 40 over 100 time 360، 0 ده وده راح مع ده وده، بعد كده 4 times 36، 4 times 6 equal 24، 4 under carry of 2، 4 times 3 12 and 2 14 144 degree. طبعا دول مجموعهم كم؟ هيطلع ايه 360. وبعد كده ابدا ارسم الرسم عادي، الرسم زي ما تعودنا كده، الاولى هتبقى 90 واللي بعد منها 126 والاخيره 144. وكده يكون خلصنا الامتحان 7 و 8، وإلى اللقاء في حل الامتحانات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.